حي على الصلاة. هذه الصلاة أحسن الله بها للعباد كرامة من الرحمن لهذه الأمة، فرضها الله بكلامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فهي ضامنة بشروطها للجنة. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قد فرضها الله في كل دين شرعه، وهي زكاة البدن وطهارته. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. والصلاة ضامنة للرزق الحلال. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكل عضو للبدن يأخذ حظه منها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أن يصبح على كل مفصل من أعضاء البدن صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاءِ.